الذي تنطلق فيه هذه الشعارات وهذا الأسماء. نعود إلى مقدمة الشوط أو نذهب ونبحر في عمق هذا الميدان لنتعرف على المراكز الأولى. وقا تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات. محمد بن سالم بن ثعلوب الكتبي بعد بداية الانطلاق انطلقت إلى المقدمة بينما تليها في المركز الثاني وتأتي بمعيتها كرم. تعود ملكية المطر بن محمد الشمري هناك الذي تنطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الناوية سعيد بن راشد بن سيف الشعالي تندفع على ثالث المراكز. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء الانطلاق من رابع المراكز وهذه الجزيرة مبارك بن راشد بن سيف بالجفال النعيمي على المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز هناك تتدخل من الجانب الآخر، وعلى ما اعتقد ان شعار السندباد القطري الذي يتدخل في هذه اللحظات ويتقدم مع نشوة لسعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي. تقدمت في هذه اللحظات اخذ دور المركز السادس، والمركز السادس تاتي في غرام خليفة بن علي بن خليفة الرميثي رئيس الهجانة الذي ياتي كذلك مشارك بهذا الشعار وبهذا الاندفاع. المركز السابع وصلت هناك في المركز السابع، سابع المراكز تقدمت فيه هملول لحمد بن سعيد بن محمد الخيالي. المركز الثامن وصلت في ثامن المراكز غارة لراشد بن حميد بن حارب المهيري. المركز التاسع تواجدت سيطرة لسامي بن محمد بن علي الوهيبي. المركز العاشر دخول على عاشر المراكز مشاهدينا، هذه الظبي لسلطان بن سعيد بن مسلم الدرعي. هذه العشر المراكز هكذا العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط في تحديات هذا الشوط الحامل هذه الأسماء من الثنايا وهذه الشعارات العملاقة والقوية. هذه الأسماء اللي سجلت اسمها بحروف من نور، سجلت اسمها بحروف من ذهب، قدمت الكثير من الإنجازات من سن الحقائق حتى وصلت إلى سن الثنايا وانطلقت بهذا الاندفاع وهذا التحدي. تنطلق في مهرجان الوثب الختامي في يوم الكبار ورقص الكبار في 8 كيلومترات، كذلك باحث عن ختام الختاميات ونقطة ثمينة في هذا الموسم تظل في رصيد الفائزة بهذا الشوط. تتبادل التهاني والناموس ما بين الملاك حتى بداية الموسم القادم. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول مشاهدينا الأعزاء. تسيطر هذه الناوية، ناوية على الناموس والفوز. سعيد بن راشد بن سيف الشعالي يقدم الناوية على المركز الأول. الشعالي يقود المشاركين ويندفع بالمركز الأول حتى هذه اللحظات، حتى هذا الاندفاع، حتى هذا الانطلاق مقدم لنا الناوية سعيد بن راشد بن سيف الشعالي الذي ينطلق على المركز الأول، بينما المركز الثاني انطلقت على ثاني المراكز كرم في ميدان الكرم هنا في الوثبة في عاصمة الميادين. هذه كرم لمطر بن محمد بن مليحان الشمري. يأتي الشمري القادم من المملكة والمملكة العربية السعودية في هذا الملتقى الخليجي الكبير في عاصمة الميادين. تدخلت من الجانب الآخر في الله يا في علي بن خليفة بن رشيد الذي يقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع، بينما تأتي في المركز الثالث. هذه رواية، هذا شعار الرموز، شعار الإنجازات كذلك الذي قدم وأبدع في هذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. هذه رواية لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري
من يقدم هذا الشعار الكثير من التحديات والسلامات لأهالي الغربية. المركز الرابع تقدمت فيه على رابع المراكز نشوة في المركز الرابع سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي الذي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس. تدخلت وقا في هذه اللحظات محمد بن سالم بن ثعلوب الكتبي على خامس المراكز، بينما المركز السادس وصلت في كرم مطر بن محمد بن مليحان الشمري. المركز السابع اسم جديد على ما اعتقد ولا غرام تدخلت من الجانب الثاني، كانت في التنافس وفي التحديات علي بن خليفة الرميثي، بينما المركز التاسع من الجانب الاخر الدخول من هملول لحمد بن سعيد بن محمد الخيالي. والمركز العاشر هناك تتواجد فيه المركز العاشر هذه سيطرة لسامي بن محمد بن علي الوهيبي. هذه العشر المراكز للمرة الثانية، وين الموقع يا الحبسي؟ هناك في جسر العبور تتغير الأمور بعد جسر العبور ولوحة الثلاثة كيلومترات اللي قربنا منها في الثمانية كيلو. الله يا هذه الأسماء والشعارات والأسماء من الثنايا المهجنات متقاربة من بعضها البعض، هذا يدل على التنافس، هذا يدل على التكتيك، هذا يدل على المسايرة. هناك الأخوان المحللين جاهزين كذلك لمتابعة المسايرة والتكتيك وحسب أمتاري مع الأخوة المضمرين. شوف هذا الكم، شوف هذا السيل عبر شاشة ياسر الرياضية الجميلة المبدعة المقدمة هذه الانطلاقات، وشاشة دبيرة كذلك المرافقة والناقلة مع حدث الرياضة دائما وابدا. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الانطلاق الأول. السويدي هناك مقدم في علي بن خليفة بن رشيد السويدي، تسيطر وتقود هذا السيل، تقود هذا الكم، تقود أخيرة ثنايا دول مجلس التعاون الخليجي، تتقدم هنفي والأقرب للسيارة وللزعفران علي بن خليفة بن رشيد السويدي. أيضا شعار صال وجال وقدم الكثير. هناك رواية ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يقدم هذا الانطلاق الذي نهني بالفوز بالرموز في صباح هذا اليوم. رمز السالمية في الشوط الأول وغسطرة في الشوط الثاني، المحليات بهذا الشعار. ونهني كل الأخوة الفائزين بالأشواط الجعدان ورموزها. نعود إلى مقدمة الشوط، غيرت رواية ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثاني تقدمت في كرم مطر بن محمد بن مليحان الشمري مع المركز الأول، بينما المركز الثالث تقدمت في ثالث المراكز ووصلت في علي بن خليفة بن رشيد السويدي. الشعالي لا زال في قمة التنافس مع الناوية سعيد بن راشد بن سيف الشعالي، ولكن تقاربت الأسماء، بدأت الأمور، بدأ انحنى الميدان، بدأت الأمال في الزعفران، بدأ الفوز في الأمال في السيارة في النقطة الثمينة في مهرجان الوثب الختامي، ختامي الختاميات. نعود إلى المركز الأول، هذه رواية تسجل وتحكي روايتي هذا الشوط، ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وأهالي الغربية شبعوا ورؤية ولكن لازالوا طامعين في سلامي هذا الشوط. المركز الثاني وصلت في كرم محمد بن مطر بن مليحان الشمري، ولكن دخول في هذه اللحظات وصلت غرام، تحركت غرام خليفة بن علي بن خليفة الرميثي رئيس الهجانة كذلك يتواجد مع هذا الشعار. الكيلو الجميل والرائع، بدأ الرقص، بدأت الأوامر، بدأ الحماس. لا زالت رواية تحكي روايتي هذا الشوط، تحكي روايتي هذا الشعار، تحكي إبداعي هذا الشعار. هذه رواية ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من أحد الشباب المضمرين الذين نعتز فيهم، من أحد الشباب الذي قدم الكثير والكثير
نجم كبير وبرز نجما كبيرا في التضمير مع هذا الشعار. مشكور يا حمود. بينما المركز الثاني وغى محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي انطلقت على المركز الثاني، والمركز الثالث الذيبة حمد بن فايل بن حمد الزرعي، ولكن روح يا سلام المرة الرابعة في هذا الصباح. صباح الخير يا أهالي الغربية، صباح الخير يا أهالي الغربية. وهذه رواية تحقق السيارة بعد سيارة المرموم، وتدخل في الساعة في الساحة الخضراء في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن زايد المنصوري، وشكرا يا حمود على التضمير والجهد الكبير. المركز الثاني، تابعوا لي الأرقام، وهذه وقاء محمد بن سالم بن ذعلوب الاكتبي كذلك قدمت أداء جميل. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه الذيبة لحمد بن فايل بن حمد الزرعي. المركز الرابع تقدمت فيها ملولة لحمد بن سعيد بن محمد الخيالي. المركز الخامس وصلت في المركز غرام لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي. هكذا كان هذا التحدي، وكان هذا الانطلاق، كان هذه على ثارة ورقص الكبار على أرضية هذا الميدان وهذا الانطلاق. هذا التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام مع وسام الهواري وشاشة ياس، التوقيت الزمني، وهذه رواية من حكت رواية هذا الشوط وانطلقت بالمركز الأول 13 دقيقة 9 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لناصر بن محمد بن زايد المنصوري. بينما وصلت في المركز الثاني وقاء لمحمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي قدمت 13 دقيقة 12 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز هذه الذيبة لحمد بن فايل بن حمد الزرعي قدم التوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 13 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى والأشواط مستمرة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملاء على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات أشواط هذا الصباح، تاسع أشواطنا في هذه الفترة الصباحية، شوطنا التاسع الخاص هنا أيضا بالثنايا القدان المحليات الأصايل هنا لأبناء القبائل. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائز.